مدينة الأطاني تعتبر عروسة الريف الحموي، مدينة كانت تعج فيها الحركة في الحقيقة، وكانت أفراح العيد تزينها، ولكن ما تعرضت له خلال هذه السنوات في الحقيقة تغيرت كل هذه المعالم في هذه المدينة بسبب سوء الأحوال التي فرضها هذا الواقع المرير. طبعا بعد بدء القصف عليها، المدينة الأطامنة تعرضت إلى قصف ربما أكثر من كل المدن في ريف حماة في أقل على أقل تقدير، يعني من القصف الجوي سواء كان من العدوان الروسي أو من قصف النظام بالبراميل المتفجرة بالألغام البحرية بكل أنواع الأسلحة التي استخدمها النظام والعدوان الروسي على هذه المدينة، أجبر أهلها بالنزوح عنها، وغابت كل مظاهر العيد وكل الأفراح، ليست مظاهر العيد فقط وإنما كل الأفراح غابت عن هذه المدينة. ولكن نستطيع القول يعني 4 سنوات هذه السنة الرابعة التي تغيب فيها مظاهر العيد وكل الأفراح عن المدينة بسبب ما آلت إليه الأمور وتقريبا خروج هذه المدينة عن الخدمة، مقومات الحياة فيها تكاد تكون معدومة بسبب تدمير للبنى التحتية ولمنازل المدنيين وكثافة النزوح التي فرضه القصف الجوي على هذه المدينة. ولكن عندما بدأ خفض التوتر في هذه المنطقة، ومدينة الأطامنة تعتبر من ريف حماة الشمالي الملاصق لريف إدلب الجنوبي، ودخلت هذه المنطقة حيز التنفيذ في وقف التوتر، ولكن على أرض الواقع لا يزال القصف الجوي متواصل، عفوا القصف المدفعي والصاروخي على هذه المدينة وعلى الأراضي الزراعية المحيطة بها، وكل الطرق التي تؤدي من وإليها في الحقيقة تتعرض إلى قصف من ميليشيات النظام. أما بالنسبة للقصف الجوي في الحقيقة منذ أن دخل خفض التصعيد وخفض التوتر غابت الطيران عن أجواء المدينة بشكل كامل وعن أجواء ريف حماة، إلا أن القصف المدفعي والصاروخي لا يزال حتى هذه اللحظات، منذ ساعة كان هناك قصف على أطراف المدينة. طبعا في ظل هذا القصف من المؤكد تماما ليس هناك أي مظهر من مظاهر العيد، يعني ولو أنه بدأت بعض العائلات بالعودة إلى هذه المدينة، كان ما يقارب 200 عائلة، الآن أكثر من 700 عائلة في داخل هذه المدينة، بدأت بعض المحلات التجارية تفتح، ولذلك بدأت الحركة تعود إلى هذه المدينة، ولكن تعتبر الحركة خجولة إذا ما قرنت في بعض المدن الملاصقة لريف إدلب الجنوبية مثل كفرنبودي وغيرها، ولكن مدينة الأطامنة الحركة فيها يعني محدودة جدا، وهذه الحركة المحدودة وهذا القصف المتواصل في الحقيقة يعني جعل مظاهر العيد تغيب غياب تام عن هذه المدينة، بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأفراح، بالنسبة لحركة الأطفال أو الألعاب وما إلى ذلك التي تبتهج فيها الأطفال وتفرح بها، وهذا غاب يغيب بشكل بهذه الأيام على الأقل حتى هذا الوقت يغيب عن المدينة بسبب ما القصف التي تتعرض إليه بشكل متواصل من الحواجز التابعة لميليشيات النظام. ما كان أول بالعياد في مقت، ما كان في شيء، كانت العالم يعني غير هلق كيفي مبسوطة. أما اليوم والله العظيم يعني اللي ابنه قتل، أنا ابني راح وغير ابنه راح وغير الأخر ابنه راح، واليوم صفى العيد مقت في مقت بمقت، يعني إيش بدنا نسوي؟ إذا دورنا راحت، إذا أولادنا راحت، إذا كل شيء لنا إيش ضل عنا لحتى نفرح وننبسط؟ ما في شيء للفرح. والله كان في فرح كثير وبسط كثير، وما خلي شغلي من المأكولات إلا ما نجهزها للعيد، كل شيء والله نجهز للعيد، وكنا مكيفين مبسوطين غير هالوقت هذي. بعد الواحد ما يفقد ابنه ولا أشو له بهالدنيا أشكاره فيها تعيشوا فيها. والله بتمنى الله سبحانه وتعالى يهدي هالأمور ويهدي هالأوضاع علينا وقعدنا بيوتنا، وغير هيك ما بنطلب من الله. نحن هلق مثل ما كنتم شايفين يعني في فترة أعياد، وطبعا العيد اللي كان يمر علينا بضيعتنا بين أهلنا بين ربعنا بين قرايبنا غير العيد اللي عم يمر علينا هلق، لأنه هنيك كلاتنا كنا نجتمع فترة العيد ونطلع نعيد على الجيران على الأهل على الأقارب، بينما هلق العيلة الواحدة تشتتت صارت بأكثر من منطقة، قسم هاجر على تركيا وقسم ضل هون وقسم بمنطقة أخرى، وبكل عيلة سورية صار في عندها يا الأب استشهد يا الأولاد استشهدوا يا الأم استشهدت بسبب القصف وبسبب الأوضاع الأمنية اللي عم تعاني منها سوريا بشكل عام.
يعني طبعا فرحة العيد، بهجة العيد هلا غير عن الأيام الماضية اللي كانت بضيعنا بدورنا. هلا نحن صرنا 5 سنوات عم نعيد خارج مناطقنا، والأمور يعني أكيد في اختلاف كبير راح نلاقيها بين هون وهنيك بسبب الأوضاع، بسبب البعد الأهالي عن بعضهم، ومنعنا يعني بصراحة من كتير شغلات. نحن يعني الأطفال كنا نحضر لهم كتير أغراض قبل أسبوع، قبل 10 أيام لباس جديد مشان يلبسوه ويطلعوا على العيد، هذا قديما. أما الآن فيعني ما في عنا إنه حتى ندخل الفرحة على ندخل الفرحة على قلب الطفل، لأنه بصراحة إمكانيات ما في وما حد ساعدنا بهالمجال هذا. ونتمنى من الله إنه العيد القادم بإذن الله، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا ونرجع على بلادنا، على ضيعتنا، على أهلنا.